احنا النهاردة فتحنا الشباك ولقينا مسرحية بتقدمها فرقة فكرة. المسرحية بعنوان معتدل بهدوء غاضب. مين المعتدل ومين الغاضب وليه غاضب؟ ده اللي هنعرفه من مؤلف ومخرج المسرحية عمر رضا. مساء الخير يا عمر. اهلا بيك. عمر احكي لي ايه حكاية المسرحية وبدور عن ايه؟ احنا المسرحية اسمها معتدل بهدوء غاضب. احنا ببساطة هي بتتكلم عن كل حاجة احنا مرينا بيها في حياتنا واحنا صغيرين، من الحاجات اللي بتضايقنا والحاجات اللي بتتعبنا والحاجات اللي احنا ممكن نعدي بيها. ففكرة العرض او عنوان العرض هو ملخص لكل حاجة احنا بنعدي بيها، الحاجات اللي ممكن تجينا فنعديها، والحاجات اللي ممكن تحصل لنا فنغضب ونزعل ونتضايق، والحاجات اللي بعد ما بتحصل لنا بنحس انها كانت تمام مفيش اي مشكلة فيها يعني. فهو ده ببساطة ملخص العرض او ملخص الاسم جه منين يعني. ومعايا دلوقتي ضياء الدين زكريا. وضياء الدين ممثل مسرح وهو طالب في المعهد العالي للفنون المسرحية، وهو اللي قام بالتمثيل في المسرحية، كمان هو اللي عمل تصميم الأداء الحركي. انت دورك ايه؟ انا دوري هو يعني احنا الموضوع بينقسم ما بيني وما بينه اتنين اشخاص في مكان وهمي احنا مش عارفين هو فين. احنا بنحاول نتكلم عن نفسنا، بنقول كل اللي جوانا، احنا نفسنا في ايه، بنحلم بايه، ايه اللي وقف قدامنا، ايه اللي بنحاول نعديه، بنتكلم عن راينا، وجهه نظرنا، حلمنا، هدفنا، شايفين ايه اللي قدام، مستقبلنا، ايه اللي احنا عاوزينه، ايه اللي احنا مش عاوزينه يكون وبنحاول نغيره، يعني حاجات كتير، في تساؤلات كتير، في علاقتنا باهلنا، بحبنا، بربنا، حاجات كتير قوي يعني، بقانون الصارم جدا احنا بنحاول نغيره، قانون الحياه عموما يعني، مش قانون دوله او حاجه.